أو حتى بيقوموا بصبغ الشعر الشايب لإخفاء الشعر الأبيض حتى يبينوا أصغر بالعمر. ومن مظاهرها أيضاً محاولة مواعدة الفتيات والتقرب منهم، والفي منهم أيضاً برغبوا بالزواج مجدداً كإثبات لقدرته على جذب النساء. سلام. مراهقة الرجال المتأخرة، واللي يمكن إنها تشمل ما يعرف بأزمة منتصف العمر، هي فترة من الحياة بتتميز بالشك والاستعراض الذاتي، بتكون عادة في عمر الأربعينيات أو الخمسينيات، وبيبدأ فيها الرجال في إعادة تقييم أهدافهم وقيمهم وتحقيقاتهم في الحياة. ممكن إنه يشمل هذا التساؤل عن القرارات اللي اتخذوها في الماضي، أو التفكير في الفرص اللي ممكن تكون ضاعت، أو التساؤل عما إذا كانوا هم فعلياً على الطريق الصحيح في الحياة أو لا. من الممكن يكون هالشي وقت بتنشأ فيه أزمات هوية أو أزمات ثقة بالنفس، وبيبدأ بهاي المرحلة تحديداً تقييم عميق لحياة الرجل وقيمه وأهدافه، وبينطوي على الشعور بالاضطراب أو الرغبة في التغيير أو الشعور بالرغبة في إعادة الشباب أو العودة إلى هاي الفترة تحديداً. شعور بعض الرجال بالملل أو الإحباط في حياتهم الحالية، وإحساسهم أحياناً بالقلق بشأن الشيخوخة والموت وتأثيره على صحتهم ومظهرهم وقدرتهم على العمل، أضف لذلك التغييرات الحياتية الكبيرة اللي ممكن إنها تحدث في منتصف العمر، مثل الأبناء اللي ممكن يكبروا أو يتركوا البيت، أو التعامل مع الأبناء اللي صاروا أكثر تقدم في السن واللي من الممكن إنهم يحتاجوا للرعاية، والتفكير بالإنجازات اللي حققوها أو ما حققوها، وتساؤلهم إذا فعلياً حققوا الشيء اللي كانوا يحلموا فيه بشبابهم، بالرغم من إنه أحياناً بتكون هاي الفترة مصحوبة ببعض مشاعر التفاؤل، إلا إنه بعض الرجال ممكن يستجيبوا لهاي الأزمة بإجراء تغييرات كبيرة في حياتهم، مثل تغيير الوظائف أو شراء سيارة رياضية أو بدء علاقات جديدة وأغلبها عاطفية. وفي أمور ممكن إنها تضخم الشعور بالتوتر بهاي الفترة، مثل التغييرات البدنية للرجال في أجسامهم، مثل زيادة الوزن، فقدان القوة أو تناقص الطاقة، وشعورهم بأنهم ما عادوا قادرين على القيام ببعض الأنشطة اللي كانوا يستمتعوا فيها بشبابهم. من مظاهر هاي الفترة الاهتمام بالشكل الخارجي بشكل مبالغ فيه، وهاي تعتبر من أكثر العلامات وضوحاً، وهذا الشيء بيكون مبين من خلال الاهتمام الزايد بالنظافة الشخصية، الوقوف أمام المرآة لوقت طويل، وزيارة صالونات الحلاقة باستمرار، وكمان عمل تسريحات شعر بقوم فيها الشباب يعني فانكي، أو حتى بيقوموا بصبغ الشعر الشايب لإخفاء الشعر الأبيض حتى يبينوا أصغر بالعمر. ومن مظاهرها أيضاً محاولة مواعدة الفتيات والتقرب منهم، والفي منهم أيضاً برغبوا بالزواج مجدداً كإثبات لقدرته على جذب النساء، هذا عدا عن التصرف بطريقة ما سبق لهم القيام فيها من قبل، مثل الخروج مع الشباب، حضور الحفلات، حضور السهرات، نشاطات شبابية مسلية، أو محاولة الابتعاد عن الأشخاص اللي من نفس الفئة العمرية، يعني كل أصحابهم بيكونوا أصغر منهم بالعمر، ليشعر نفسه إنه ضمن روح الجيل الجديد. وكثير من الرجال بتهربوا من المسؤوليات تجاه المنزل والأبناء وحتى مسؤولياتهم في العمل، وفي قسم بتميز بعدم الاتزان الفكري لعدم تقبل فكرة التقدم في العمر، وبيحاول الرجوع إلى الوراء دائماً وبتجاهل الزمن. ومع هيك من المهم إنه نشوف هاي الفترة مش جزء حتمي أو ضروري من الشيخوخة، وإنه كتير من الرجال تجاوزوا هاي الفترة بدون أي توتر أو أزمة كبيرة أو صعوبة، لكن بالنسبة للبعض الآخر بتطلب هالشي الوقت للدعم والمساعدة، سواء من خلال المشورة أو الدعم الاجتماعي، وفي بعض الحالات ممكن يكون في علاج، وكتير منهم بيتبعوا طريقة نوعاً ما أسلم وأكثر سلاسة بهاي الفترة، مثل الاعتراف بالمشاعر والقبول بأنك بتمر بفترة صعبة هي الخطوة الأولى نحو الشفاء، تحدث عن المشاعر اللي بتنتاب الشخص والحديث مع صديق أو مقرب أو حتى مستشار عن الشيء اللي أنت بتمر فيه، وهالشيء بدوره بخفف الضغط النفسي عنك. ضروري ينتبه الرجل لتجنب القرارات المتسرعة ومراجعة القرارات الكبيرة مع شخص ثقة قبل اتخاذها، لأنه يمكن أنه يساعد هالشي في تجنب التغييرات الجذرية اللي أحياناً ممكن يندم عليها لاحقاً. وهناك أمور ما بتقل أهمية بهاي الفترة، بتشمل اتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط كافي من النوم، واللي بدوره بيساعد في تحسين الصحة العقلية والجسدية.
أما الدعم من الشريك في أزمة منتصف العمر هو اللي له الأهمية الكبيرة. هالدعم بتمثل بالتواصل الفعال ومحاولة فتح قنوات اتصال بتشمل طرح أسئلة مفتوحة النهاية لمساعدته على التحدث عن مشاعره والاستماع له من دون أي مقاطعة أو إعطاء نصائح إلا إذا هو طلب هالشيء، عدا عن الدعم العاطفي وإظهار الرغبة في فهم تجربته. أزمة منتصف العمر ممكن تكون فترة صعبة ومربكة، لهيك ممكن يحتاج الشريك لوقت للتعامل معها. العمر في نظر كتير من الناس سواء رجال أو نساء من المتزنين فكرياً بيكون فعلاً مجرد رقم، وكل عمر له جماليته وله خبرته وظروفه اللي لازم نعيشها بكل ما أوتينا من حب للحياة. بتمنى لكم حياة كلها حب وكلها جمال وكلها صحة نفسية وجسدية وعقلية. لا تنسوا تتابعوني في برنامج جدل، أنا شادن صالح، على شبكة منصات اللي لينكاتها ظاهرة في أسفل الشاشة. سلامات.